هذا تقرير ديوان الرقابة المالية اللي يقول الشركة تاخذ 95 والتربية اللي تمثل الدولة تاخذ 5%. لو كان هنالك الآن اكو قانون اكو نظام الآن قبل ما يطلع الصبح الوزير والمدير العام والمفتش العام وصاحب الشركة ومن وقع العقد بالسجن. إذا أكو قانون، إذا أكو مظلومية، أنتوا ما عندكم طلاب مثلنا، إحنا ناس فقراء، إحنا ما نبوق، إحنا ما نرتشي، إحنا يدينا نضاف. الصبح ما يصبح الصبح، ما يصبح الصبح على هذا هو والوراء، لأن هاي الكلاب سايبة تنهش بلحم العراقيين، وكل واحد لقده هاي الكبرى وراسه هاي الكبرى من المال الحلال بلحم العراقيين ودم العراقيين. يا جبناء، يا أشرار، يا سراق، ولك قبل من يقولون الواحد حرامي ما يضل بالمنطقة، والفاسد بيطب بديوان وما يطون مرة، والكبسر تزلم بفلوس العراقيين. سيد فايق زيدان، أنا أعرفك، أنت رجل أو درستنا سوا أو رضعنا سوا أو تتذكر من كنا طلاب. هاي وثائق سيد فايق زيدان، أطفال العراق مشردين، أطفال العراق يقعدوا البلقاع. تقبلوا تحياتي.